مسيكم بالخير. ليش مأخر الساعة 10:15 عنا مساء بالولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني عندكم الساعة 5 الصبح بالشرق الأوسط، بدول الهلال الخصيب 7 ساعات الفرق. انتو عم بتصبحوا، نحن بدنا نفوت تنام. ليش بدنا نسمع هالخواجة الكبير اش عم بيحكي؟ لأنه تعلم بالجامعة الأمريكية ببيروت وقت اللي كان العلم له قيمة، وبلش يتعاطى بالتجارة، يجيب بضاعة ويبيع بضاعة. الفرق انه عمل لأنه متعلم علوم عالية، مش جانجستر شلم بلم وبيصير الشبكي وغير الشبكي يقولوا عنه بزنس مان وملحم كرم بالرفيو دو ليبان. اي بزنس انتو هالمجموعة؟ كل كان اللي اشتغلتوا بالدول العربية النفطية هيدا شغل كان من وفيق السعيد لاخر واحد فيكن، حتى لرفيق الحريري، حتى لروبير معوض. هذا ما كان شغل. جيب لنا هالبضاعة وشو السعر؟ كيف شو السعر؟ السعر 10 وحقه 25 سنت، ادفعوا له 10، كيف القصة؟ او انه نسرقوا المال العام بالدول الهلال الخصيب بالعراق وبسوريا وبلبنان. سوري بيعرف بالبنك وحسابات السرية بالبنك والتراست فون. هيدا عيب. اسمعوا هالخواجة شو عم بيحكي. انا بدي اقول لهال بقرف من نفسي لنبلفز تمه، لنبلفز اسمه، الموظف برئاسة البنك المركزي بلبنان. البنك انه ياخد 20 دولار على حوالي او 30 دولار بهالوقت، بالحالات العادية، بهالوقت الصعب اللي منتظرين الناس ليرة تجيهن من الخارج بالعملة الاجنبية بالدولار، بياخد البنك 20 دولار على التحويل و 1% من قيمة المبلغ اللي جاي. عيب. لا في ضمير ولا في إنساني ولا في حدا في جاوي يكبر لحيته حسن نصر الله، بس ما بيتعطى بهالشغلات. بيقتل وبيسرق وبيعمل، بس ما بيتعطى بهالشغلات للناس. ما بيحكي عن حسن نصر الله كمان، مرق بالتاريخ قال يقولا، وهول كلن أهم منهم. عشان هني قدام قال يقولا وشفنا، عشان قدام نيرون. طيب تفضلوا اسمعوا شو عم بيحكي. مهم كتير إن كنت تسمعوا هالحديث. من الآن إلى سنة سنرى أسوأ بكثير مما نحن فيه الآن. كيف قدر وصل على الصين هذا الرجل اللي نتعلم بالجامعة الأمريكية ببيروت آنذاك، وقت اللي كان العلم له دار مش مثل علم اليوم؟ كان عم يحضر مؤتمر بأمريكا سنة 1984. كيف ممكن أن تكون أمريكا سنة 2020؟ فقالوا أنه الصين بدها تكون أول دولة يلي هي بدها تنتج بضاعة وتبيع. كان ألان بيريفيت بهالوقت ذاته كتب كتاب ببريز بفرنسا، وقول فيه بالعنوان كون لاشين سوريفيورا، عندما الصين تستقيز. فهو يضب غراضه رأسا بعد خلص المؤتمر بالعاصمة بواشنطن دي سي، وتوجه إلى الصين وصار يجيب بضاعة من الصين ويطلب طلبيات كلها من الصين. عمل هالثروة الخيالية الكبيرة. تفضلوا يا بيت بوغرافاتات يلي خدتوا بالسفالي وبالحسالي مصرياتكم. اسمعوا. أوضاع معيشية وموضع كثير من الشركات أصلا بدأت تنهي أعمال الموظفين، وكثير من المؤسسات سكرت، خصوصا أسوأ بكثير مما نحن فيه الآن من أوضاع معيشية قادم أسوأ. كيف أتعامل معه؟ من الآن إلى سنة سنرى أسوأ بكثير مما نحن فيه الآن من أوضاع معيشية وموضع
كثير من الشركات اصلا بدات تنهي اعمال موظفينها، وكثير من المؤسسات سكرت، خصوصا المؤسسات التي تعتمد على عمل الفردي في استظل هذا الحصار. واللي انا بقول اننا في مرحله سنه سنظل نعاني من الكورونا، بعد السنه سندخل في نتائج الحرب التي لا بد منها، لان الطرفان العملاقان لن يستطيعا ان يتفقوا على بند واحد وديا من بنود الخلاف الرئيسيه، وكل واحد منا يستحق حرب وهي 10 على الاقل 10 مسارات. فاذا سيضطران للحرب، لان الحرب تؤدي الى الجلوس للمفاوضات دائما، كل حروب الدنيا تنتهي بالجلوس الى المفاوضات، وبعد ذلك ياتي الاتفاق، وبعد ذلك يجري تنفيذ الاتفاق. وخلينا نتذكر شو صار في الحرب العالمية الثانية، وكيف استمرت العملية سنتين ثلاث سنوات إلى أن صيغ النظام العالمي الذي حكم العالم من عام 1929 إلى الآن. الآن نحن في مرحلة عالم جديد سيتكون، تكوينه ليس بسهولة. سيدي، منظمة التجارة العالمية تقرر إنشائها عام 1944 مع البنك الدولي ومع صندوق النقد، ولم تنشأ إلا في عام 94، أي بعد نصف قرن، لأن المفاوضات عليها بين أمريكا والدول العالم استمرت 4 عقود، 50 سنة، إلى أن ظهرت منظمة التجارة العالمية. والآن تقول أمريكا وترامب علنا بأن هذه منظمة أساليبها وسياساتها فاشلة. فإحنا أمام فترة صراع وفترة حرب وفترة تفاوض، والتفاوض لن يتم بجلسة. عندما تريد أن تعيد نظام حقوق الملكية الفكرية، والصين الآن هي المتفوق والأول في الدنيا في مجال حقوق الملكية الفكرية، لأن الرئيس ترامب يقول أن حق الملكية الفكرية هو للمخترع الأول. إذا أنا اخترعت موبايل وجاءت شركة أخرى وعملت موبايل أحسن منه، هذه سرقت حقوقي. هذا يخالف منظمة العالمية للتجارة التي تقول أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية UNWIPO التي أيضا أنا خدمت على مجلس خبرائها، تقول المنظمة UNWIPO World Intellectual Property Organization أن كل تطوير لشيء موجود، لاختراع موجود يشكل حداثة مفيدة، هو اختراع جديد. فهذا خلاف لن يحزم لا بجلسة ولا بحب ولا بتبويس بين شي جنبين وترامب. هنالك صراع كبير سيستمر على مدى سنوات، هنالك صراع كبير سيستمر على مدى سنوات. نحن في هذا العالم الذي يحكمه الكبار واللي سيخرج منه تغيير في الكون كله. أنا بقول لك من اليوم أن العالم أن الدول العظمى أو الكبار اللي بتسميهم الجي 7 أو الجي 8 اللي بدك تسميهم سيتغير تركيبتهم. الصين ستصبح الدولة الاقتصاد الأعظم، الهند الثاني، أمريكا الثالث، وراهم يأتي دول أخرى مثل أندونيسيا، روسيا، البرازيل، نيجيريا، مصر. هذه دول ستصعد وستختفي، دول قتلتها الكورونا وقتلت نظامها الاقتصادي. أنا هنا بدي أرجع للنقطة، هذه الدول ستنحدر لتصبح في الصف الثاني، لأنها لم تستطع أن تحافظ على تفوقها الاقتصادي وعلى ديمومتها الاقتصادية. أنت تبني اقتصاد إذا انهار، انهار مستقبلك معه. طيب اليوم حكيت بعد سنة بدنا نضل نعيش أزمة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد تحديداً، بعد 3 سنين سيتغير المشهد، وبعده بسنوات سيتغير المشهد. كيف سيتغير المشهد وكيف لازم نتعامل معه؟ الآن أمريكا الآن بدأت أزمتها في الكورونا، الآن بدأت، والمتوقع أن هنالك ولايات نصف سكانها سيقضي عليهم، نصف سكانها سيقضي عليهم. بعد إحنا ما نستغرب، سيد التاريخ اللي كان دائما يقول ديغول المستقبل يقرر التاريخ والجغرافيا. أوروبا في عام في القرن 1300 عندما ضرب الطاعون خسرت ثلث سكانها، ثلث سكان أوروبا ضاع توفي بسبب الطاعون.
الآن نحن نتكلم إن شاء الله أقل ضررا على العالم، وإن شاء الله والحمد لله وأنا متفائل في هذا الموضوع في وطننا بهذا الوطن العزيز، ونحن نسمع توجيهات جلالة الملك ومتابعته لكل ما يحدث وتوجيهاته لكل ما تقوم به الحكومة ونرى إجراءات الحكومة. أنا أقول إنه إحنا سنكون إن شاء الله أقل المتضررين وفي هذا الوطن العربي كله، إنما الدول التي تحكم العالم التي تشكل الصين وأمريكا وحدهما يشكلان 40% من اقتصاد العالم. إحنا نتكلم عن هذه الإنجنز، هذه المحركات القوية التي تفرض كل شيء في هذه الدنيا. هذه الكورونا طبيعتها تختلف عن الطاعون أيضا، مع أن الطاعون من أسوأ الأوبئة، بأنها تلف وترجع لأنها تنتقل في الهواء وتنتقل بكل الوسائط. فبعد أن خرجت من الصين عم بتعود لها من باب من الشباك، طلعت من الباب عم بتعود من الشباك. الصين استطاعت منذ البداية ومن اليوم الأول، هذه دولة يا سيدي استطاعت عندما بدأت الأزمة أن تنشئ مستشفى يستوعب 3000 مريض خلال 10 أيام. 10 أيام بني فيها المستشفى وجهز وأدير وجهز طبيا ودكاترة وأدوية واستقبل 3000 مريض. هذه الإمكانات التي بسبب قرار ترامب، الآن احنا نرجع إلى ما قدمته أمريكا 2 تريليون. الصين قدمت في بداية الأزمة دعم لاقتصادها حتى لا ينهار وحتى يبقى الاقتصاد الأول في الدنيا 27 تريليون يوان، يعني ضعف ناتجها القومي. ليش تصرفهم؟ ليش القيمة؟ لا خليها بس تصرفهم على الدواء. لا يا سيدي، بصرف على الدواء كأولوية، بس ما بنسى إنه ابن هذا الذي توفي بده يأكل وبده يعيش وأنا مسؤول عنه. هكذا قال شي جين بينغ، قال اللي بده يموت راح يموت لا حول ولا، ولكن ابنه وعائلته وأحفاده هذول أمانة في رقبتنا، بدنا نأمن لهم مستقبلهم ولن نسمح لهذا المرض أن ينهي العالم. هلا بالفترة التي بعد دكتور سطران معلش لو سمحت، معلش عشان احنا ما بدنا نكرر حديثنا، بدي اسمع منك. انت قلت خلال سنة الصين ستتصدر العالم، بعد 3 سنوات كيف سيكون المشهد، وبعدها كيف سيكون المشهد بعجالة؟ انت كرمت وقتي بدهني. نعم نعم سيدي، الصين الآن بمعايير البي بي بي اللي هي Purchasing Power Parity هي الأقوى اقتصاد، إنما عمليا حتى بدون هذا المعيار، وأقر ترامب بأن الصين ستصبح قريبا حجم بتصريح رسمي. هلأ مش هذا السؤال، السؤال إنه أنني أنا أريد أن أقول أن الدولة التي ستقود العالم فكرت بالمسارين، مسار الاقتصاد ومسار الحياة، الحياة للاقتصاد ولأبناء هذا الوطن ومستقبله وأطر. الآن في هذه السنة سندخل في كل ما ينتج عن كورونا، عن انهيار الأسهم، عن انهيار التجارة، عن الإفلاسات في الدنيا كلها. ابتداء من هذا اليوم أنا أقول لك أن قبل نهاية هذا العام لن يكون هنالك دولة في العالم الغربي ناتجها القومي إلا سلبي، يعني تحت الصفر، أي أن هنالك كساد ينتهي بستاغفليشن. هذا العام سندخل فيما يسمى ستاغفليشن، أي ستاغنيشن وإنفليشن، مزيج من غلاء الأسعار وكساد البضائع. هذا واحد، مشكلة النفط مشكلة أخرى إلى آخره. السنة هاي هي سنة مخاض، فيها أزمات وليس أزمة، وهذا ما قلته أنا من 2017، هي سنة الأزمات. هذه الأزمات ستؤثر على كل الدنيا بدرجات متفاوتة. بعدها ليس هنالك مفر من أن يجلس العملاقان ليتفقوا، لأن العالم يوشك أن ينهار. اليوم أنا عم بقرأ تقرير أمريكي أننا الآن أن الحضارة كلها civilization هي في انهيار، وأنه لن أن ما يأتي بعد، وهذا ما قاله شي جين بينغ، أنه بعد الكورونا طيب يختلف عن ما قبلها. هذا السنة سنة مخاض بعد 3 سنوات النظام العاجل الجديد. بهذا خلال 3 سنوات سنمر بمرحلة المفاوضات. احنا بدنا نتذكر أن المفاوضات في بعد الحرب العالمية أخذت سنين،
فمش القضية مش بسهولة والله نقعد أنا وياك طيب أنت خذ النص وأنا النص واتفقنا، لا، هنالك صراعات كبيرة هي التي ستحكم. وبالتالي سينشأ نظام جديد في خلال الثلاث سنوات تكون فيه القيادة ثنائية أمريكا والصين، ولكن سيكون الأخ الأكبر والأكثر نفوذا وقدرة على التحكم هو الجانب الصيني لأنه الاقتصاد الأكبر والتقنية المتقدمة، بعد ذلك لأنه خطط ليكون كذلك. بعدين يا سيدي عندما نجد يعني هو يشبه الحالة أيام الاتحاد السوفيتي وأمريكا، إنما في هذه الحالة كانت أمريكا هي الأخ الكبير، الآن الصين ستكون الأخ الكبير. الآن اليوم أمريكان بيقول لك أمريكا تصنع والعالم يشتري، ليس هنالك شك بأن الهيمنة في أسواق العالم أصبحت للصين. نحن في هذه الثلاث سنوات سنمر بمخاض ألملمت نتائج الكوليرا الصحية والحياتية والاجتماعية، وندخل في عالم جديد وربما فيه حسنة واحدة أنا أراها اليوم، وهو أننا أجبرنا على أن نتحول إلى الاقتصاد الرقمي. عملنا في بيوتنا ومكاتبنا الذي شجعته الحكومة الآن قادم أسوأ، كيف أتعامل معه؟ من الآن إلى سنة سنرى